قابلة الحسن برعاية دولة رئيس الوزراء ومندوبا عنه معالي وزير الشباب، وها نحن اليوم نحتفي بتكريم 2017-2018. فباسم وزارة الشباب أحييكم مرة أخرى وأبارك لكم هذا النجاح، وإلى الأمام والله الموفق. بسم الله الرحمن الرحيم. باسمي وباسم شباب جائزة سمو الأمير الحسن للشباب نرحب بمعالي الدكتور محمد أبو رمان الأكرم وبالحضور الكرام، وها نحن نجتمع في هذا اليوم المبارك لنخرج كوكبة من نشام هذا الوطن الغالي ليكونوا سندا وعونا لأردننا المبارك ومليكنا المفدى. فلقد أنعم الله تعالى علينا في هذا الوطن الغالي بالقيادة الهاشمية المباركة التي كان ولا زال جل اهتمامها الاستثمار بالإنسان ولا سيما الشباب. ولقد أكد على ذلك سيدي صاحب السمو الملكي سمو الأمير الحسن بن طلال المعظم أمير السلام والإنسانية حفظه الله ورعاه حينما قال: إنماء وانتماء، فغرس العطاء والانتماء بالشباب يكن أثره على الإنسانية ككل. فبالشباب الخير والصادق والمعطاء ترسى دعائم الازدهار والسلام أينما وجدوا. ولقد كان لوزارة الشباب مشكورة دورا كبيرا ومؤثرا في دعم الجائزة المباركة طوال تلك المسيرة وحتى يومنا هذا. فهدفنا واحد وعملنا وأملنا واحد، وهو أن يبقى هذا الوطن كريما عزيزا بشبابه الواعي والمنتمي والمخلص لوطنه ودينه وأمته. فلا يمكن لأي دولة أن تحقق نهضة شاملة اقتصادية أو تربوية أو ثقافية من دون إنسان متسلح بالعلم والإيمان لله والوطن والملك. فكان الأردن بما حباه الله تعالى بالفكر الهاشمي ينهض ويتميز في شتى المجالات، واستطاع الأردن وعلى الرغم من شح الموارد الاقتصادية والظروف السياسية التي عصفت بالمنطقة من حولنا أن يؤدي دوره القومي والوطني بكل كفاءة وتميز. وحينما خاطب سيدي ومولاي صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه الشباب قال: يا شباب الأردن الغالي، اعلموا أن مستقبل الوطن بين أيديكم وأنكم من أبرز صناعه. وهذا إن دل على ثقة جلالة الملك المعظم بكم أيها الشباب وبقدرتكم أيها النشابة على مواجهة التحديات بكل عزم وقوة، وأن تكونوا فرسان التغيير القادرين بعون الله على النهوض بالوطن والأمة نحو التقدم والازدهار والسلام. واسمحوا لي أن أذكر نفسي وأذكركم أيها الإخوة بقوله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، صدق الله العظيم. وباسم شباب جائزة سمو الأمير الحسن للشباب أشكر معالي الدكتور محمد أبو رمان الذي نتوسم به الخير نحن الشباب، وأنا أشكر الأستاذ فراس الشوابكه والأستاذ زيد كبيلات وكل العاملين بوزارة الشباب على جهودهم الطيبة والمباركة تجاه هذه الجائزة المباركة. وفي النهاية أوجه الشكر لإنسانة نجلها ونحترمها نحن شباب الجائزة لعطائها الصادق وحبها للوطن وإخلاصها للفكر الهاشمي المبارك، وهي السيدة سمر كلداني. وأسأل الله العلي القدير أن يوفقكم جميعا لما فيه خير وعز للوطن والملك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معالي وزير الثقافة ووزير الشباب راعي الحفل الأكرم، أيها الحفل الكريم، أسعد الله أوقاتكم بالخير والمحبة، وأشكركم وأشكر وزارة الشباب على دعمكم الموصول لجائزة الحسن للشباب وسابلتها طيلة سنين عمرها. كل التقدير والاحترام لمعاليكم راعيا لحفلنا هذا العام، شاكرة جهودكم الخيرة في دعم جائزة الحسن للشباب وتقديم كل السبل التي ترفع من شأنها
وتعزز مكانتها لقناعتكم التامة بفلسفتها ومبادئها ودورها في مجتمع الشباب بل في المجتمع الأردني بأسره. كما يسعدني أن أتقدم بخالص الشكر ووافر العرفان والتقدير لعطوفة مدير مدينة الحسين للشباب والعاملين فيها لما بذلوه في رفض مسيرة الجائزة بالمؤازرة والدعم الموصول. اسمحوا لي أن أذكر بأن الجائزة بدأت مسيرتها منذ عام 1984 واستمرت وتستمر المسيرة بجهود الجميع، وامتد نشاطها إلى الشباب في كافة أرجاء الوطن، ولقيت الدعم من الجميع لما بذلوه لما لمسوه من أثرها الطيب الكبير والهام والمؤثر بالشباب والمجتمع. أيها الحفل الكريم، إن تعزيز المواطنة وحقوق الإنسان في مجال التعليم أحد البرامج المهمة التي لها دور كبير في تنمية المجتمع، والتي ركزت عليها جائزة الحسني للشباب لتجذير المواطنة وثقافة التآفي والتعاون ونهضة الأمة. هذا وقد أكد صاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال المعظم أن التعليم هو حق إنساني يشكل في جوهره أساس تنمية الإنسان والمجتمع، بما يمكن من تحقيق التمكين والتفويض من أجل المواطنة، مشيرا إلى أن التعليم من أجل المواطنة الحاضنة يهدف إلى نشر القيم والمعارف والمهارات الحياتية التي تقوم على احترام حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والتنوع والمساواة والاستدامة البيئية والسلام. ونثمن عاليا جهود معالي وزير الشباب الدكتور محمد أبو رمان لحرصه وعمله الدؤوب على إطلاق الاستراتيجية الوطنية للشباب والتي تؤكد على مفاهيم وأهدافا سامية وتعتمد في رؤيتها على شباب أردني الهوية والانتماء عالمي التفكير، برسالتها تهدف للارتقاء بالعمل الشبابي وتنمية الشباب معرفيا ومهاريا وقيميا لتمكينهم من الإبداع والابتكار والإنتاج والمشاركة بالحياة السياسية والشأن العام. وتعتمد الاستراتيجية الوطنية على قيم جوهرية لتشمل المواطنة الفاعلة واحترام التعددية والمشاركة الفاعلة والعمل بروح الفريق والتسامح والعدالة وتكافؤ الفرص لتحقيق هدف كبير يتمثل في بناء جيل قادر على الإبداع والابتكار ذي إنتاجية مرتفعة. المكرمون الأفاضل، تكريمنا لكم اليوم نابع ومنبثق من تكريمكم لأنفسكم بانخراطكم بأعمال لها دور هام في تنشئة الشباب وتطور مهاراتهم وشخصياتهم وتجذر المواطنة والانتماء في نفوسهم. هذا ونأمل من عطوفة مدراء الشباب في جميع محافظات المملكة باستلام جوائز الحسن للشباب البرونزية ليصار إلى توزيعها على مستحقيها كل في مديريته في غضون الشهر القادم مع جزيل الشكر والتقدير. أيها الشباب والشابات، نحتفل بكم اليوم كوكبة من شباب الوطن والبالغ عددهم 564 شابا وشابة في المستويين البرونزي والفضي من جميع محافظات المملكة. كما ونهنئكم لإنهائكم متطلبات برامج الجائزة الأربعة ونبارك لكم جوائزكم الفضية المقدمة من صاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال المعظم مؤسس الجائزة وراعيها، فأنتم تستحقون ذلك لما بذلتموه من جهد فعال بتطوير إمكاناتكم وشخصياتكم وخدمة وطنكم. معالي راعي الحفل الأكرم، أملنا وطموحنا يتمثل بمؤسسة آليات عمل الجائزة في وزارة الشباب وتضمينها في خطط الوزارة والنشاطات في المراكز الشبابية، وأملنا الكبير أن تتوج العلاقة الوطيدة بين الوزارة والجائزة
بتوقيع مذكرة تفاهم. فنحن جميعا في خدمة الشباب الذين هم أمل الأمل والمستقبل الواعد والفجر المنير للوطن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين. وها هي شمس اليوم أشرقت ومنكب الحياة يسير بنا عبر خيوط الصباح الذهبية، تهب الرياح الدافئة وتمطر الأيام، وننشر عبق الحروف وعطر الكلمات، نزف نغما إلى حقول الوجدان في هذا اليوم، ونطوف على أجنحة الخيال إلى عالم سرمدي الجمال، لنقف أمام مرايا الأشياء بحثا عن كلمة جميلة نلقيها وفاء لجهود حضرتكم معالي الدكتور محمد أبو رمان الأكرم، أصحاب السعادة والعطوف المحترمين، الضيوف الكرام. أيها الحفل، اسمحوا لي بالنيابة عن إخواني وإخواتي الخريجين بأن أشارك معكم أجمل اللحظات التي عشناها والذكريات التي شكلناها في رحلتنا مع برامج هذه الجائزة التي تفردت بأسم المعاني والقيم الأخلاقية والسلوكية، وكانت الأولى من نوعها التي زرعت ميول ورغبات شبابنا الفتي بوضع 4 أقسام للجائزة من برامج خدمات ورحلات ومهارات، متيحة لنا فرصة حقيقية لاكتشاف ذاتنا والسعي لتطويرها نحو الأفضل، لنعيش تجربة جديدة في ثنايا الطبيعة التي فردت أجنحتها لاحتوائنا في رحلتنا. تقف أقزام الكلمات لتحمل ضخامة المعاني لما تعلمناه واكتسبناه من صقل لشخصياتنا التي أصبحت قادرة على الحوار والتعبير عن نفسها، واضعين أيضا البصمة الإنسانية للخدمات الاجتماعية في أذهاننا، مجموعة من الثقافة التي اكتسبناها من خلال تلك البرامج التي فرغت من شحناتنا السلبية وزرعت قيم الانتماء والحوار والمشاركة والتعاون والإبداع، لنصل إلى تلك اللحظات التي رفعت من وهج التحدي والإثارة في نفوسنا مع برامج رحلات ب4 أقطار قد فتحت لنا الأفق من سياحي واستطلاعي وتكنولوجي، وقد كفلنا باحتضان طبيعتنا الغناء بما تملك من خيرات لنكون بعيدين عن كل سبل الراحة والرفاهية في منازلنا. جئنا إلى مركز الانضباط والنظام ولا ننسى نسيج الصداقة الذي بنيناه من خيوط قد فاقت معاني الأخوة، ومع أخوة لنا من كافة أقطار مملكتنا الهاشمية لنتشارك معهم قصص النجاح والبناء والتغيير. ولا ننسى ليالي السمر التي ختمت مسيرتنا لتكون الطريقة في إطفاء جو المرح والتسلية فيما بيننا. اسمحوا لي بأن أتقدم بالشكر والعرفان لمكتب الجائزة على ما قدموه من إنجازات عديدة طوال هذه السنين، وأني لأثمن تلك الجهود التي لم يبخلوا بها يوما لنصل إلى نهاية حفلنا البهي، لكن مع استمرار مسيرتنا في تحقيق المزيد والمزيد من النجاح المستمر باستمرار جهودكم. فحفظ الله الأردن وحفظ جلالة الملك والأسرة الهاشمية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الملاذ المفقود والمعتدي غدار سوالف يا الربع كنها صورة جاهلية، والجيش بيدكلوب يا طويل الأعمار من بعدها، ومن عقبها لفة من يزيل الأسية إحسان من طلال يا نسر الأحرار، ومن عقبها لفة من يزيل الأسية إحسان من طلال يا نسر الأحرار، تبت حدود الوطن بمملكة هاشمية وسوى لنا بين الدول هيبة ومقدار وعرب صفوف جيشه، وصارت يا عربية وصارت الذكرى لجيشنا اسم وشعار وسراج أبو حسين يا زين ضية، نور لنا عتمة ليالي بزينة الأنوار فكر وطموحات على أساس مبنية زاد الأمن والتعليم وطور مجالات كثار وزرع في روحنا بذر طموحنا الحية وحقق أمانينا وبنى المجدنا قصر وأسوار ورفع مستوى جيشنا بالعزم والندية وصنع من جندنا شراسة ليث مغوار، وإن بغيت ودليلها في يدي حدث تنقلت الصحف وحدثت بها أخبار ما جرى لداعش من قصف وادية يمد صلاب جيشنا وحق مثليك المغوار، وإن بغيت ودليلها في يدي حدث تنقلت الصحف وحدثت بها أخبار ما جرى لداعش من قصف وادية يمثل صلاب جيشنا وحكمة مليكة المغوار ملك تزينت بها البدلة العسكرية وحدم شعبه على جبينه شعار عسى الله يحميه من كل سيئة ويجعلها ربي من طويلين الأعمار، واختم بياتي بالصلاة على محمد النبي ويا سعد منه على من نجسه.
أهنيكم وببارككم على أنكم اجتزتوا هذه التجربة المهمة في حياتكم، والتجربة الأكيد مفيدة في التخريج 2019. إجوا شباب كانوا يتحدثوا بجائزة الحسن الشيخ سمر، حدثوا عن تجاربهم مع الجائزة والقيم اللي أخذوها والثقافة والتجربة الشخصية اللي اكتسبوها. والخريجة اللي حكت مشكورة حكت كمان عن كثير من المعاني والقيم في الحياة. بدون شك هذه الفرص لما تتاح تترك عندكم أثر كبير في نفوسكم، تترك أثر في حياتكم وأفكاركم، وبنتمنى أنه ما تكون فرصة ومرة واحدة، لا، أنكم تستمروا بهذا الجهد وبهذا العمل مع جائزة الحسن، مع المراكز الشبابية، مع العمل الشبابي. لازم ما توقفوا عند خط معين، وأنكم ماشيين طالما هاي الثقافة أصبحت جزء من شخصيتكم وتكوينكم. ما رح أحكي عن القيم اللي حتستفيدوها ولا عن المهارات اللي اكتسبتوها، وأنتم أظن أكثر مني قدرة أنكم تحكوا عن هذا الشيء، لكن اللي أنا بدي أعلق عليه أو أحكي عنه اللي هو تفضلت فيه الست سمر، مشكورة على كل جهودها هي ومكتب الجائزة مع طبعاً مديرية الشؤون الشبابية وإخواننا في وزارة الشباب دائماً يد بيد. الشراكة اللي تحدثت عنها الست سمر هي الشراكة التي نريد، الشراكة الحقيقية اللي ما بين المؤسسات العاملة في الشباب. وزارة الشباب معنية بشكل كبير، تفتخر بشكل كامل بشراكتها مع جائزة الحسن، ونعتقد أن هذه هي الصورة المثالية والصورة الحقيقية والواقعية للعلاقة بين المؤسسات الشبابية، أنه يكون عمل تكاملي وعمل تعاضدي، ويكون هنالك تنسيق ما بين المؤسسات والوزارات العاملة بشأن الشباب. مذكرة التفاهم إن شاء الله راح توقع قريبا جدا جدا بين وزارة الشباب وجائزة الحسن، وراح يكون عندنا في كل محافظة يكون عندنا مركز شبابي أو مركزين شبابيين معنيين بجائزة الحسن، لأنه ما تقوم به الجائزة من بناء القيم والثقافة والأفكار، من كل ما يتعلق بالفلسفة التي تقوم عليها الجائزة، هي جزء رئيسي بنيوي من تفكير وزارة الشباب ومن الاستراتيجية الوطنية للشباب. وبالتالي لازم يكون هنالك شراكة مؤسسية حقيقية عميقة، وهنالك بالنسبة لنا كل الدعم لجائزة الحسن والعمل على امتداد هذه الشراكة ومؤسستها حتى تكون هذه العلاقة علاقة عضوية بين جائزة الحسن ووزارة الشباب، مش فقط في يعني ما تقوم به الجائزة من أنشطة، حتى في أنشطة الشباب نستنسخ مجموعة من الأفكار والمبادرات التي معنية فيها جائزة الحسن. بكرر مباركتي لكم وفرحتنا فيكم باجتياز هذه التجربة، بتمنى أنكم تضلكم ماشيين على الطريق وأن تكونوا أنتم سفراء لجائزة الحسن ولوزارة الشباب في كل المحافظات. الله يعطيكم العافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدير مدينة الأمير محمد السيد عمر العزام. مدير السيد عصام رزق.